هذا اخ طلب علينا ادوات تطعيم، اخترنا له السكين تطعيم هذا موس، خيرنا له السكين هذا فيه زوج مواس نصلين، المقبض تاعو مخدوم على قبضة على اليد باه ما يتعبكش، والنصل هذا تقدر تستخدمه في كل طرق التطعيم، تطعيم اللحائي الجانبي وبالعين كما منا ودي من شهر افريل مايو جوان، تقدر تستعمل اللحائي الجانبي للزيتون مثلا الاشجار الكبيره. شوف زادوا له الحافه هذه باش تقدر تطعم بالعين. الموس متخصص، النصل هذا الموس هذا المستقيم، والحافه هذه الزايده هذه هذه مخصصه للتطعيم بالعين ولا بالعين الخشبيه ولا المهم طرق التطعيم الصغيره. وهذا مثلا والسكين هذا الحاد هذا المايل، هذا تقدر تشحذ به نقولوا تقص به وتشق به ثاني، وتقدر تطعم به مثلا الاشجار الغليظه اللي عندها كيف نقولوا قشره كثيفه، هذا تقدر تخدم به. مقص مخدوم من لينوكس وفيه السيكيريتي باكي تخدم ما يأذيكش. ودوماندا هادو الزوج برك، بصح كاين اللي يزيد معاهم منشار متخصص في التطعيم، هذا 16 سنتيم قابل للحمل ما يتعبكش وقصير، وثاني يقص حتى 16 سنتيم قطر. وشوف تاعو المقبض تاعو مدعم باه ما ينصلش من بعضه، والنص المستقيم والاسنان تاعو حاده مثل الجهات، هذا يقص مليح هذا يخدم، نقدروا نقولوا من نوعيه ممتازه. وشوف واش زادوا فيه الغمد هذا باه تقدر تعلق في جنبك، والله في السبته تدخل من تعلق في جنبك، هما في ثلاثه ما يديوش يتهزوا بيد واحده. اللي مهتم بالادوات هذه المليحه التحفه هذه يتصل بينا، التوصيل كاين لكل الولايات.